السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتعرف على التقويم الإلكتروني باستعمال برنامج مايكروسوفت فورمز. هذا البرنامج فهو تابع لباقة مايكروسوفت المجاني الخاصة بحساب الأستاذ. نضغط عليه ثم نلج مباشرة إلى البرنامج. هنا هذا البرنامج يعطيني اختيارين. الاختيار الأول هو إعداد الاستمارة، والاختيار الثاني هو التقويم أو الامتحان الإلكتروني. سوف نتعرف أولا على أهمية هذا البرنامج. فهذا البرنامج يعطيني مجموعة من المعلومات والإحصاءات بعد إجابة المتعلمين على الأسئلة. هذه الإحصاءات التي أقوم بها يدويا، فالبرنامج يسمح إحصاءات يعني بطريقة جيدة ومبيانات بالألوان، تساعد الأستاذ في ربح الكثير من الوقت لتفيئة التلاميذ. إذن وأيضا يمكننا الحصول على ملف إكسل يتضمن معلومات إضافية أيضا على الأسئلة التي تمت الإجابة عليها ونقط المتعلمين كما تلاحظون أسماء المتعلمين ونقطة كل متعلم. وهذه المعلومات يمكن أيضا تحويلها إلى مبيانات لتفييق التلاميذ وتحديد التعثرات لاستغلالها في أنشطة داعمة من بعد إن شاء الله. فجوجل أو مايكروسوفت فورمز يمكننا الولوج إليه عبر مايكروسوفت أوفيس 365. نجده مع باقي البرامج. بعد الضغط عليه نلج إلى البرنامج. عندنا الاستمارة وعندنا الامتحان. بالضغط على الامتحان نبدأ من هنا. نقوم بتحديد عنوان الامتحان، مثلا تقويم المستوى، مثلا السادس، المستوى السادس. هنا إذا أردنا إضافة وصف آخر لهذا الامتحان، ثم عندنا أجوتي، يعني هنا سوف نضيف الأسئلة، مجموعة من أنواع الأسئلة سوف نراها الآن، أو هنا نضيف صورة مثلا لهذا الامتحان، صورة نقوم بتحميلها من الحاسوب مثلا. بالنسبة لأنواع الأسئلة فعندنا الاختيار، يعني سؤال يتضمن اختيارات أو سؤال مباشر وتكون الإجابة عبر نص من طرف التلميذ، أو ترتيب مجموعة من الأسئلة أو الأجوبة. سوف نرى النموذج الأول، الاختيار. عندنا مثلا سوف نضع هنا مثلا اختيار سؤال يتضمن الاختيار، مثلا مثلا سؤال في الجغرافيا، ما هي عاصمة المغرب مثلا، المغرب. ثم نضع هنا الاختيارات، الرباط أو مثلا الدار البيضاء، الدار البيضاء. ثم نقوم بتحديد الجواب الصحيح، كما تلاحظون هنا نحدد الجواب الصحيح بون ريبونس، أو يمكن إضافة تعليق، يعني أحسنت، عمل جيد إذا أجاب على هذا الجواب الصحيح. أيضا يمكننا أن نحدد النقطة هنا، مثلا إذا أجاب المتعلم على هذا السؤال فلديه مثلا نقطة، وأيضا هنا لكي نحدد بأن هذا الجواب فهو ضروري الإجابة عليه للمرور إلى السؤال الثاني.
هنا نقوم بتحديد أن هذا السؤال فهو ضروري الإجابة عليه، فنجد في الامتحان أو في التقويم نجمة حمراء بجانب هذا السؤال، يعني ضروري الإجابة على هذا السؤال للمرور إلى السؤال الثاني. إذا هذا النموذج الأول من الأسئلة هو الاختيار. نرى النموذج الثاني وهو الإجابة المباشرة. هنا يكون التصحيح مثلا إما مباشرة من طرف الأستاذ أو يكون أوتوماتيكيا بتحديد السؤال، بتحديد الجواب عفوا. مثلا ماذا سنعرف كلمة المدرسة في هذه الجملة؟ ثم نقوم بتحديد الجملة. مثلا دخل عمر إلى المدرسة. ثم نقوم بتحديد مثلا السؤال هنا اسم مجرور، الجواب عفوا اسم مجرور، اسم مجرور. ثم يمكن أن أيضا نحدد نقطة لهذا الجواب. هنا إذا أردنا أن تكون الإجابة طويلة أم قصيرة، هنا الإجابة قمنا بالتحديد بأنها ضروري الإجابة على هذا السؤال. أيضا يمكننا أن نحذف هذا الاسم المجرور، يعني ويقوم الأستاذ بتصحيح مباشرة لهذا السؤال، لأنه يمكن أن يكون إعراب مختلف بين كل متعلم وآخر. نأتي إلى السؤال آخر مثلا، أيضا مثلا في الرياضيات نفس الطريقة. مثلا احسب 6 مضروبة في 6. هنا نحدد الإجابة مثلا 36، نحدد مثلا النقطة في الرياضيات. أيضا نختار نوع آخر من الأسئلة وهو الترتيب. مثلا رتب المدن التالية حسب كثافة السكان من الأكبر إلى الأصغر. ثم نعطي بعض من أمثلة المدن التي تم دراستها مثلا في درس من دروس الجغرافيا أو التاريخ. مثلا الدار البيضاء، البيضاء. مثلا مدن أخرى مراكش، ثم مدينة أخرى بني ملال. ثم أيضا نقوم بتحديد النقطة و الجواب على هذا السؤال هل هو مهم أم لا أو يمكن تجاوزه. إذا هنا سوف نلاحظ ملاحظة أبيرسو على هذا الامتحان، فهو اسمه أو عنوان هذا الامتحان تقويم المستوى السادس. هنا عندنا السؤال الأول ما هي عاصمة المغرب، عليه نقطة. السؤال الثاني ماذا ستعرف كلمة المدرسة في هذه الجملة، دخل عمر إلى المدرسة. السؤال الثالث أيضا فهو عبارة عن سؤال يمكن الإجابة عليه بفقرة، 6 في 6 كم تساوي، هنا سوف يجيب التلميذ. أيضا هنا رتب المدن حسب كثافة السكان، أيضا سوف يجيب التلميذ، سوف يختار المدينة الأكبر ثم يضعها في الأعلى. ثم من بعد يقوم بإرسال أنفوي. سوف يقوم الأستاذ بعد أن يتوصل بالامتحانات، سوف يأتي إلى هنا ريبونس الإجابات ويتفقد الإجابات.
كل تلميذ يرسل إجابة، سوف نرى هنا عدد الإجابات والنتائج وإحصائيات الإجابات. أيضا بالنسبة لمشاركة هذا الاستبيان أو هذا الامتحان، فنضغط على بارتاجي ثم نقوم بنسخ هذا الرابط ثم إرساله عبر الواتساب أو عبر طرق أخرى إلى المتعلمين. نقوم بنسخ هذا الرابط ونقوم بإرساله إلى المتعلمين عبر الواتساب. ثم نختار أولا توت بيرسون أيون لو ليان بو ريبوندغ، يعني أي شخص عنده هذا الرابط يمكنه الإجابة عليه. أيضا يمكننا هنا أن نقوم بتسجيل أسماء التلاميذ، أيضا يمكن أن نقوم بتحديد توقيت بداية الامتحان وتحديد توقيت نهاية الامتحان، أيضا ميلانجي لي كيستيون يعني تغيير الأسئلة أو ترتيب الأسئلة. أيضا هنا recevoir une notification par courrier de chaque réponse، إذا أردت أن أتوصل يعني بواحد معلومة على كل إجابة لكل تلميذ. فهذه بعض الإعدادات يمكننا أن نقوم بتغييرها، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله.